مسيو مجدي، في حدا هون عم يسأل عنك. شو اسمه؟ سوري شو اسمه؟ حمزة قصير. حمزة قصير. خليه يدخل. مين يا مجدي؟ حمزة قصير. أنا تعبان مش قادر أفكر، أول مرة ما بقاش قادر أفكر. أقتل صاحبي وأكبركم ونكبر سوا، ولا خلينا زي ما احنا كده؟ رؤدة ما تنطقوا، انتوا ما بتتكلموش ليه؟ شكلكم محتارين زي ما انا كمان محتار. بس اقول لكم، ما هي لو ما جاتش مني هتيجي من غيري، وانا اولى. ناموا. فكرت بهالسرعة؟ لا، بس في حاجة كلت دماغ أمي من كتر التفكير، قلت أجي أسألك عليها الأول. وحاجتك ما كانت بتنحل بتليفون؟ ما تنفعش، عشان لازم أبص في عينين أمك وأنت بتقولها عشان أعرف أفهم. شو الحاجة اللي بدك تفهمها؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى انا اللي طلبت منه الطلب ده يا زهار؟ قبل ما اقول لك نتفق. نتفق على شو يا عم الابيض؟ وجوده غير مرغوب فيه. ما في غيرك انت يصلح لهالشيء. مش سهل جدا استاجر حدا يقتل ناصر. بس بعدها ما رح خلص منك انت. ده عم الابيض طلع بيفكر يا لبنان. طبعا، وبكده تبقى ضربت عصفورين بحجر واحد، صح؟ تبقى خلصت من ناصر وارتحت مني، بتمرهمني يعني، وبتبقى مثل ما انت مع مجدي ومعي. شو قلت؟ هخلصك من ناصر قدام عينيك، ماشي؟ هاخد انا الفلوس وتاخد انت الجثة حلال عليك، تخلص منها براحتك بقى. الكلام ده ما ينفعش يعرفه تالت، عشان لو عرفه تالت هيبقى فيه جثتين، اتنين، فاهمني؟ يعني تيجي لوحدك. ما تمثلش بروحك، عشان انت عارف ان انت اكتر واحد انا بحبه في الشله كلها. انت الحته اللي هنا. قول لي يا فرعون، ما نفسكش كده يبقى عندك اسره؟ يعني زوجه، عيل صغير يقول لك يا بابا. فرعون عايز تركز معايا الفتره الجايه، عايز افضل.
أنا مش هستنى لما يعمل حاجة ولا هستنى لما أخسر واحد فيهم. بحبك يا ولد، بحبك. اضحك بقى. بقول لكم إيه؟ إيه؟ ما تيجي نهضم بعض ونعيط شوية. دمع. ايه؟ بعد ما نمتي؟ جايني نوم. حضرت لك اكل. ميرسي مايا. مالي نفس عشية. لازم تاكلي، هيك ما رح تقدري تضايني. بعرف تعبتك معي. عذريني. بس ما عندي غيرك اوثق فيه بقى من بعد ما حمزة مات. تعب شو يا حبيبة؟ بيت بيتك. بليز ما بقى تقولي هيك مرة تاني. مايا بدي احكي على التليفون. حط نفسك مكاني لو في موقف زي ده، كنت هتعمل ايه؟ تواجهه ولا تتراجع؟ ولا تسمع الأول وبعدين تقرر انك تسامح؟ ازيك يا حمزة؟ عامل ايه؟ كويس. فرصة كويسة ان انا شفتك مرة تانية. تجايلك على فكرة. حضرتك شرف في اي وقت. انت عارف العنوان. خلف الباب الابيض مش كده؟ فاكر انت؟ نور. طيب يا مجدي استاذن انا. عاصر. لا يا مجدي. ما تنساش الموضوع اللي قلت لك عليه. انا مش فاهم ازاي بني ادم زي ده يجيب وشه هنا. ده اكيد جاي يقول لكم انه مش همه. عامل فيها بطل يعني. لو فاكر كده يبقى نكسر له رجله. بقول لك يا مروان ما تدخلش التنخ في الموضوع ده. خليك عامل زي كده، اتفرج على الحاجات من بعيد. وبعدين؟ بس شوف بقى الموضوع هيوصل لحد فين وساعتها بقى نفكر. مش فاهمك. ومالك كده واقف متوتر ومرتبك؟ ما تكونش هتطلب مني ايد حبيبه؟ حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص. والله؟ طب ما تفهمني الموضوع يا زميلي. مش انت زميلي برضه في نفس المزة؟ ما حبيب البيت وانا الشايب وانت الواد اللي هيوش. نجايتك دي وفرت عليك انك تيجي متكتف. مع اني والله ما بهتمش اني اشوف اي حد بيضايقني. بكتفي باني ما اشوفوش تاني ولا حتى اعرف قبره فين. غريبة يعني مع انها مؤلف، بس اول مرة في حياتي اقابل ثلاث شخصيات بيتكلموا بنفس الطريقة، بيقولوا نفس المعاني. الاختلاف الوحيد بينهم في الشكل والصوت بس. حضرتك لو كنت سبتني اشرح لك الموضوع كنت وفرت على نفسك وعليا الكلام ده كله. هتفهمني الموضوع ازاي؟ هتقنعني بهدوء انك على علاقه بمراتي وبترتاحوا مع بعض يعني؟ انا العلاقه اللي بيني وبين حبيبه عمرها ما وصلت للدرجه اللي حضرتك متخيلها دي. انا محترم جدا وجودك كزوج في حياتها، ومش من اخلاقي ان انا يبقى ليا علاقه بواحده ست متجوزه. والله هي دي الحقيقه. ايه الجمال ده؟ انت عسل يا دي حمزة. خرب بيت ذوقك يا حبيبة. على اساس يعني ان اللي كان في الفيديو الدوبلير بتاعك يروح امك مش كده؟ الفيديو ماشي. ده كمان فيديو، واللي ما يشوفش اللي قبله واللي بعده افتكر ان في بينا حاجه غلط. هو ده اللي حصل بالظبط. اللي وصل لحضرتك الفيديو ما وصلكش الحقيقه كلها. عموما انا جاي عشان اقول لك حاجه واحده. حبيبه محافظه على اسمك وسمعتك، وعمرها ما خانتك، وعمرها ما عملت حاجه غلط. كويس، ده انا عرفت اربى اهو. انا مفيش بيني وبينها اي حاجه. خلصت كلامك؟ هتمشي ولا هتروح معايا؟
ده اتجنن، اقسم بالله العظيم ده اتجنن وعايز يموت نفسه. قال لك ايه في الرساله؟ قال لي انه تحب رايح يقابل مجدي. ازاي يعمل كده؟ انت نازله فيا اسئله كان انا معاه ولا مع مجدي. انا مش عارفه افكر، مش عارفه اتزفت افكر. طبعا انت مش محتاجه اقول لك مجدي هيعمل ايه. مجدي هيفعصه بجزمته. مجدي رايح يخبط في مجدي. هو ده اللي هيجنن، اللي هيجنن امي. انا مش عارفه الراجل ده بيفكر ازاي. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ قافل تليفونه، برضه قافل تليفونه. حبيبه استني يا حبيبه. أفرج تعال لي دلوقتي حالا. انت ازاي تعمل كده؟ وقفل تليفونك ليه؟ تليفوني فصل شحن، واللي انا عملته ده كان لازم اعمله عشان انتي مش عايزه تعمليه وعشان اريح ضميري. وضميرك كده ارتاح يا سي حمزه؟ لا ومحسسنا انك مقنع. ايوه يا جومانا ضميري ارتاح. انا مش لاقيه كلام اقولهولك، حاسه اني بكلم عيل صغير. مروحك لمجدي ده هيخليك قرفان طول عمرك، وهتندم على اليوم اللي كنت عايز تريح فيه ضميرك. اللي يبدأ مشوار لازم يكمله. انت هتغني لنا الحلم العربي؟ سيبيه يا جمانة، هو اللي عمل في نفسه كده، خليه يولع. امال انت هتجننيني من الصبح ليه؟ واحدة عندها العربية زي دي تعرف واحد زي ده ليه؟ ده فقري يا فقري، والنعمة انت فقري. يلا اطلع، اوعى تموتينا بس يا اختي. الولية المجنونة دي قوم، في واحد يهرباني، قوم مش وقت نوم. شو بقى؟ يا ستي هيدا كارت جديد نقدر نحكي منه بدون ما نخاف من شيء. جمانة أنا حبيبة. يا أخي مخلعدنا الأرض عليا، نومت لاقي لك إياها. شو بدك تقول إنك اختفيت بصرف نظر يعني؟ يا أخي مش عم أقول لك تصرف نظر، بس إنه بشو عم فكر على صوت عالي معك. عم تفكر على صوت عالي؟ من أنت بتفكر؟ ما تفكر، أعطيني اقتراحات. يا أخي هلا بقرا محاضر التحقيق وبشوف إذا ذاكرت لشي محل نحن بفتشنا فيه علي. في احتمالين نحن ما اشتغلنا عليهم. شو هن؟ الحق يا عمي طول بالك، طول بالك. في ضغط، اوعى يكون حد شافك وانت جاي. عيب عليك يا حبيبي. مش كفايه اللي بتعمليه في نفسك ده؟
جبت اللي قلت لك عليه. هتلاقي عربيه صغيره بره ودي الفلوس. قولي لي هتعملي ايه؟ مش عارفه. انا هموت من الرعب عليكي. اخرتها ايه؟ ظهر انه اخرتها لسه ما جاتش. انت لازم تخرجي بره لبنان. ازاي؟ معرفش. هشوف اي حد يتصرف في الموضوع ده. ما هو انت لو فضلتي هنا هيمسكوكي هيمسكوكي. متشغليش بالك، انا عمري ما اعتمدت على حاجه ممكن تحميني وطلعت صح. ولا انت نسيتي؟ امشي يا جمانة، امشي، واحسن ما تعرفيش حاجه عني، عشان لو رجعوا سالوكي تاني. خلي بالك من نفسك يا حبيبي، خلي بالك من ما بعرف شو بدي اقول لك مايا. بشكرك على كل شيء. تبي على حالك حبيبة. طلع حلو يا مفضوح صح؟ والله بالفرحة اللي على وشك دي عايزة حضن. طب ما تحضني على طول، انت هتستأذني. كنت عارفة ان انت هتعمليها. عجبك؟ حبيبة انت مش عارفة انا مبسوطة لك قد ايه؟ عارفة. هتبتدي امتى؟ على طول ان شاء الله. والله العظيم انا الله مش كاتب لي الا البهدلة. امال حياتي. ما انا قلت لك ارتاحي بكعب العالي اللي انت لبستيه، انت ما قبلتي. تعالي كلي جمانه، جايبه ساندويشتين لحبيبه. هاتي وحده. هاتي. عميني بقول لك ايه، احنا بقى هنفضل هنا باراشوتات، نخلع في فساتين ونلبس في فساتين صاحبتنا بقى. لا حياتي انت وياها فاهمين الموضوع غلط. راح احط ارم على الباب مكتوب عليا ممنوع دخول الاصدقاء والاقارب. يعني انا عندي قرايب. اللي انا مستغرباه ازاي ناصر وافق بالسرعة دي؟ عيب يا جمانة، ما انت عارفاني. لا يا اختي انا عارفاكي، بس كمان عارفة ناصر كويس قوي.